طيب معانا على الهاتف الحديث عن طبعا مباراتي السوبر المصري السعودي، سواء المباراه اللي طبعا هتقام بين بطلي الدوري والمباراه اللي هتقام بين بطلي الكاس. بنتكلم عن النادي الاهلي والهلال، الاهلي المصري، الهلال السعودي، الزمالك المصري، واتحاد جده السعودي. معانا على الهاتف الاستاذ عبد الاله مؤمن مؤمنه، رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد السعودي لكره القدم وعضو مجلس الاداره. كابتن عبد الاله مساء الخير. مساء النور يا هلا بيكم بالساده المستمعين. اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. الى اي مدى وصلت الترتيبات او الاستعدادات الخاصه بتفاصيل سواء مقر استضافه او الملاعب اللي هتستضيف المباراتين سواء في مصر او في السعوديه، والاتفاق على المواعيد او الجدول الزمني للمباراتين؟ طيب اول حاجه يعني اسمح لي اني اشكر الاخوان الاتحاد المصري الشقيق على حفاوه الاستقبال وعلى كرم الضيافه. احنا اليوم احنا طبعا نتكلم احنا في بلدنا، في بلدنا مصر، وجدنا كل الحفاوه اللي حقيقه تليق بالاسمين الكبيرين اللي احنا حضرنا من اجل ترتيب مواعيد هذه المباراتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وفخامه الرئيس السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الله يحفظهم ان شاء الله. فالحمد لله يعني كان اليوم لقاء قوي، لقاء مثمر من الجانبين، تبادلنا الاراء اللي ان شاء الله بتنعكس ايجابا على الطرفين، الجانب السعودي والجانب المصري، اثراء لهذه المسابقه ان شاء الله تكون هذه يعني من هذه السنه وطالع ان شاء الله كل سنه راح يكون فيها اضافات، وباذن الله ان شاء الله تنعكس ايجابا على الرياضه السعوديه والرياضه المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عبد الاله، هل وصلتم المحتوى اللي كان بيتضمنه الخبر اللي تابعنا به هذا الاجتماع بين حضراتكم وبين المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم واستضافتهم للوفد السعودي في القاهرة في مقر الاتحاد للمباحثات حول هذه المباريات؟ انه الشكل النهائي اللي تم الاتفاق عليه حتى الان 6 نوفمبر و8 نوفمبر مباراة كأس الرئيس او على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة بين بطلي الكأس الزمالك المصري واتحاد جدة السعودي، ويوم 8 نوفمبر بين الأهلي المصري والهلال السعودي في الرياض مباراة بطلي الدوري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. هل التفاصيل دي تم الاتفاق عليها والمواعيد دي بشكل نهائي ولا لسه في احتمالات للتغيير؟ لا ان شاء الله ما في احتمالات للتغيير، هي طبعا احنا راعينا فيها ظروف الفرق الاربعه بالكامل، المشاركات المحليه والمشاركات الدوليه، انت عارف الفرق عندها بعض المشاركات الدوليه، وتوصلنا لموعد يعني ان شاء الله هو حيكون هي الاقرب. طبعا في بعض الاجراءات التنظيميه والاعتمادات الرسميه هذه اجراءات نظاميه، لكن ان شاء الله باذن الله احنا يعني حيتم الاكمال اللازم، وبعد كده حندخل في الامور التنفيذيه ان شاء الله. الحمد لله يعني حرصنا، كان في يعني رغبه مشتركه حقيقه بين الطرفين على الوصول لموعد يتناسب مع حجم هذه المناسبتين ويتناسب كذلك ايضا مع ظروف الفرق، وان شاء الله هذا الموعد يتاكد نظاميا خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا كابتن عبد الاله، سمعنا ايضا نقلا عن الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم انه يعني تبقى بعض التفاصيل للتوافق عليها في الفتره الجايه تتعلق بحقوق البث المباشر للمباراتين وبعض الحقوق اللي بيتم التوافق عليها بين الاتحادين المصري والسعودي ومع الأندية الأربعة أطراف المباراتين. صحيح، بمجرد ما يتم الترتيب اللي إن شاء الله الاعتماد النظامي هنبدأ إن شاء الله في تكوين طبعا اللجان المشتركة بين الطرفين. اللجان هذه أكيد من أهمها المواضيع التسويقية والمواضيع المالية والمواضيع التنظيمية الخاصة بالمباراتين، بإذن الله تليق بهذه شكرا جزيلا للمشاركة معنا. شكرا لضيوفك واشكر الاخوان في الاتحاد المصري والشعب المصري العزيز، وان شاء الله يعني تظل هذه المباريات اللي فيها تسجيل العلاقات الكبيره بين المصريين والسعوديين في الرياضه بصفه خاصه وفي العموم بصفه عامه. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك الكابتن عبد الاله مؤمنه، رئيس لجنه المسابقات
في الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس الإدارة، وبإذن الله تخرج المباراتان بشكل لائق بالكرة المصرية والكرة السعودية وبالجماهير والمسؤولين في القطاعات الرياضية والكروية في البلدين، وبشكل مرضي إن شاء الله في المستوى الفني وقوة المنافسة، سواء في المباراة هنا في القاهرة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بين بطلي الكأس، أو في المباراة هناك في الرياض على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين بطلي الدوري. تعليق حضرتك على ما جاء في هذا الاتصال.